كلنا بنحتار لما نيجي نقرر هنقضي أجازتنا مع العيلة إزاي. في اللي بيفكر في الشواطئ والبحر والاستجمام، وفي اللي بيقرر يسافر بلد تانية يغير جو ويتعرف على ثقافات جديدة، في محب المخاطر والتسلق على الجبال. النهاردة بقى هنتكلم عن حاجة عكس كل ده. النهاردة هنتكلم عن نوع البشر الأكثر جنونا، عشاق الرعب اللي بيحبوا يزوروا أماكن مرعبة وغامضة. واللي الناس دي دورنا لكم على أكثر أماكن مرعبة في العالم وبنحذر من زيارتها للي قلبه ضعيف. لو أنت جديد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول، دعمكم بيشجعنا على الاستمرار. رقم 10، جزيرة بوفيليا. الجزيرة موجودة قرب سواحل إيطاليا عند مدينة البندقية، والجزيرة ليها تاريخ كبير في الرعب. في الأساس هي مقبرة لموتى مرض الطاعون اللي أصاب إيطاليا في فترة من الفترات، وفضلت الجزيرة مصدر للأساطير والرعب بسبب الأعداد اللي ماتوا بسبب الطاعون اللي كانوا بيحرقوا جثثهم سواء مصابين أو موتى. وبعد فترة اتبنت مستشفى للأمراض العقلية في الجزيرة، وكانت الأساليب المستخدمة في معاملة المرضى على مر السنين وحشية جدا وبتؤدي لوفاة مؤلمة لمعظمها. وتقال إن الطبيب النفسي المعالج في المستشفى كان بيعمل تجارب ممنوعة على مرضاه، وإنه انتحر برمي نفسه من فوق البرج بسبب الأشباح اللي كانت بتطرده. رقم 9، سراديب الموتى في باريس أو الكاتاكومب. كلنا عايزين نروح باريس، أنا من الناس اللي عايز أروح باريس، مدينة البهجة والأضواء، عايز أتمشى في الشانزليزيه وأتصور عند برج إيفل وأكل العيش والجبن الفرنسي المشهورين عالميًا. بس تحت باريس اللي بنتكلم عنها في مكان قديم ومعروف لمحب الرعب، وهو سراديب الموتى اللي فيها عظام الموتى لستة مليون إنسان، وتعتبر أكبر مقبرة جماعية في التاريخ. في الأصل كانت عبارة عن أنفاق بتستخدم كمخزن للحجارة في القرن الاثناشر، بس اتقفلت واتنست، وهي موجودة تحت الأرض بعمق 20 متر من شوارع باريس وطولها حوالي 350 كيلومتر. في القرن الثامن عشر بسبب الزيادة السكانية وانتشار الأمراض اللي بتتنقل بسرعة بين الناس، لقى الباريسيون نفسهم في ورطة بسبب الجثث اللي بتزيد يوم عن يوم، ومفيش أماكن في المقابر تكفي لأعداد الموتى. وعشان الأمراض بتنتشرش بسبب الريحة الصادرة عن تعفن الأموات، فبدأت فكرة دفن الأموات في الأنفاق. بدأوا ينقلوا الجثث من سنة 1785 لحد سنة 1814، بس قالوا ما نستفيد بيها بالمرة. جه مهندس عشان يرتب العظام بشكل فني، بشكل حول المقبرة لمكان أثري. ومن يوم بنائها اليمنى ده في حالات اختفاء كتير حصلت من المغامرين اللي قرروا يدخلوها بدون تصريح. رقم 8، غابة هويا باكيو. ايه رأيك في الغابات؟ يلا بينا نروح رحلة في غابة لطيفة في رومانيا ونشوف شوية أشباح. بداية القصة كانت في سنة 1960 لما بدأ سكان المنطقة يسمعوا أصوات زي ضحك النساء وأصوات تانية غريبة، وكان في أضواء مجهولة المصدر، وكانوا بيشوفوا ظلال بتتحرك، وناس لقوا كدمات على أجسامهم من غير سبب، فكان لازم يسيبوا المكان. لو انت زي ناس كتير مش بتصدق في الأشباح، أكيد هتقول دي خرافات نشرها سكان الجزيرة. ممكن يكون كلامك صح، بس لما يروح الجزيرة ناس من بلاد مختلفة مش بيصدقوا في موضوع الأشباح، ويوصلوا لنقطة معينة في الغابة مفيش فيها أشجار على شكل دايرة وسموها الدايرة الغامضة، ويبدأوا يترعبوا من المكان من غير سبب مفهوم، ومعظم اللي دخلوا الدايرة ما يفتكروش قضوا ليلتهم في المكان ده ازاي. وناس تصور في سفن فضائية، يبقى لازم تبدأ تصدق في الأشباح. تعرف ان في بعثة من لوس انجلوس بقيادة جوش جيتس، وكان معاه اتنين، ايفان وريكس، راحوا لزيارة الجزيرة. راح جوش وريكس للدايرة الغامضة وقالوا في تقريرهم انهم شافوا اضواء غريبة في السماء. اما ايفان دخل الغابة لوحده، بس لما اتأخر زمايله قلقوا عليه، فراحوا يدوروا فلقوا مغمى عليه وفي علامات جروح وضربات على جسمه، وقال لهم حسيت برياح شديدة ونار تحت جسمي واتضربت من شيء مجهول وغير مرئي. وصلنا لرقم 7، سجن ولاية بنسلفانيا الشرقية. السجون في العموم فكرة مرعبة لينا كلنا، لكن سجن ولاية بنسلفانيا ما تقدرش تعيش فيه حتى لو عارف انك مسند. السجن اتبنى عشان يكون من افظع السجون، فأي شخص بيدخله بيفضل محبوس في حبس انفرادي بشكل دائم صباحا ومساء. المساجين ما يقدروش يتكلموا مع بعض، ممنوع تكوين صداقات، ومفيش زيارات. كان بالفعل كل حاجة ممنوعة لدرجة توصلك للجنون. ولما بيتم عملية نقل مسجون من مكان لآخر كان بيلبس قناع عشان ما يشوفش اللي بينقلوه كنوع من العقاب. وكان المساجين بيتربطوا في كراسي ويتسابوا من غير أكل الأيام، وبيتربطوا بشدة لدرجة إن الدم ما كانش بيوصل للإيد فبيقطعوها، وكان ده سبب لموت المئات. بعد السجن ما اتقفل سنة 1970 جت تقارير كتير عن ظهور أشباح جوه السجن،
وكان من ضمن اللي كتب التقارير مسؤول سابق في السجن، وقال ان في ايد خفيه مسكته بقوه من رجله لدرجه انه ما كانش قادر يحركها، وانه شاف وجوه مشوهه على جميع انحاء الجدران. اشترت ولايه فيلادلفيا من ولايه بنسلفانيا السجن سنه 1980 بمبلغ 40,000 دولار، وحولته لمزار سياحي، واللي بيدخله لازم يوقع اعفاء السجن من مسؤوليه لاي ضرر يحصل له. ومع ذلك الزيارات كانت في اول سنه افتتاح 10,000 زائر. المكان رقم 6 معانا اللي ما انصحكش تزوره هو مصحة بيفرلي هيلز. في سنة 1910 وباء السل ضرب أمريكا، وكان بيموت المئات كل يوم، ففكرت حكومة ولاية كنتاكي إنها تبني مستشفى لعلاج الوباء، وكانت المستشفى في الأول بتكفي ل20 شخص، لكن بعد الحرب العالمية الأولى ورجوع جنود كتير من الحرب مصابين بالسل، قررت الحكومة الأمريكية إنها توسع المستشفى عشان تكفي 400 مصاب على الأقل. وطبعا بسبب ان مفيش علاج للمرض، كانت الاطباء بتجرب في المرضى، وتجاربهم واضح انها جت بنتيجة عكسية بموت حوالي 63,000 شخص اللي كانوا بيتنقل جثثهم عن طريق نفق سري عشان نفسية باقي المرضى. المستشفى اتقفلت سنة 1960 لتوفر المصل للوباء، واتفتح التاني سنة 62 كبيت رعاية للمسنين، واتقفلت نهائي سنة 1980 بعد انتشار أخبار عن أن المستشفى بيحصل فيها تجارب محرمة على المرضى. وبعد قفل المستشفى بدأت أخبار عن الأشباح. في الحقيقة المستشفى كنز للناس اللي بتحب الأشباح، الأشباح موجودة في كل مكان، بس أكتر الأشباح شهرة هو ناس كتير شافوه أطلقوا عليه اسم الراجل الزاحف، وبيتقالوا أن الرجل بيجري على إيده ورجله ومن غير وجه. رقم 5 برضو في أمريكا، وهو المنطقة 51، وأكيد دي أشهر حاجة في فيديو النهاردة وناس كتير سمعت بيها، هي طبعا القاعدة العسكرية الأمريكية السرية جدا في وسط صحراء نيفادا. مفيش حد يعرف بالظبط إيه اللي بيحصل في المنطقة 51، بس في تسريبات بتقول إن الولايات المتحدة بتستخدم المنطقة 51 لإجراء التجارب على الكائنات الفضائية، وفي شائعات إن الكائنات الفضائية المحتجزة هناك هي اخترقت المنطقة 51 وبيتحكموا في القاعدة وحيستخدموها ضد البشر. محدش عارف فين الحقيقة. لو عندك رأي في الموضوع ده شاركنا في التعليقات. رقم 4 جزيرة الثعبان. جزيرة الأفعى بتقع على سواحل جنوب باولو البرازيل. المكان اسم على مسمى، هتشوف ثعبان واحد تقريبا في كل متر في الجزيرة، ومش تعابين صغيرة أو تعابين حديقة غير ضارة، بالعكس فمعظم التعابين في الجزيرة هي الأفاعي المعروفة بسمها. وكانت الجزيرة عادية جدا، لكن بعد حدوث فيضان تم عزل كمية كبيرة من التعابين على الجزيرة وبدأوا في الازدياد. ولو اتفرجت على فيلم الأناكوندا، فالأناكوندا اللي شفتها في الفيلم جايز تشوفها فعلا على الجزيرة. رقم 3 جزيرة سيجوين. مكانها مقابل ساحل ولاية ماين، ومساحتها حوالي 64 فدان. الجزيرة مهجورة تماما، في بعض الزيارات هنا وهناك بس مش دايما، تقريبا مفيش حد عايش على الجزيرة. يعني لو سفينة غرقت قريب من الجزيرة ونجا منها أشخاص هيكون من حظهم السيء. الجزء المرعب في الجزيرة إن موجود عليها واحدة من أقدم المنارات في التاريخ. كل اللي زاروا الجزيرة قالوا نفس الكلام، إنهم بيشوفوا أشباح وإنهم بيسمعوا ضحكات الفتيات وعزف على البيانو وشبح رجل عجوز غاضب. ممكن تبقى تجرب تروح وترجع تقول لنا شفت إيه. رقم 2 معانا جزيرة مياكي جيما. تقدر تعيش على جزيرة وانت عارف ان تحت منك بركان ممكن ينفجر في اي لحظة ويدمر كل حاجة؟ الغريب ان فعلا في ناس عايشة على الجزيرة، والجزيرة موجودة في اليابان وتابعة لمدينة طوكيو، بس لازم على اي حد عايش في الجزيرة امتلاك قناع غاز، لانهم معرضون في اي وقت لخطر التغطية من سحابة عملاقة من الرماد القاتل اللي ممكن يطلع من البركان في اي وقت. ولو قررت انك تقوم برحلة مليانة بالمخاطر على الجزيرة او تزور قاعدة البركان النشط، لازم تتعود على أصوات صفارات الإنذار اللي موجودة في كل أنحاء الجزيرة عشان تقولك إن لازم تحط القناع الغاز الخاص بيك عشان الرماد. لو وصلت لرقم 1 يبقى ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. جزيرة العرائس. هننهي الفيديو بجزيرة العرائس. اللي بيحبوا أفلام الرعب أكيد شافوا أفلام كتير عن عرائس مسكونة وبتتحرك، ما بالك بقى بجزيرة فيها عرائس كتير. الجزيرة موجودة في المكسيك، والقصة بدأت لما دون جوليان كان سنة 1950 بيزور الجزيرة، وواقف على شط البحر شاف بنت تحت المية وافتكر انها بتغرق،
نزل ينقذها طلع في ايده عروسة لعب، ولما سأل الناس اللي كانوا عايشين قريب من الجزيرة عرف ان في بنت صغيرة فعلا ماتت من فترة في المية في نفس المكان اللي لقى فيه العروسة. وعلى حسب روايته انه كان كل يوم بيلاقي عروسة في نفس المكان، فبدأ ينشر العرايس على كل شجرة في الجزيرة لحد ما مات سنة 2001، وبيتقال انه مات في نفس المكان اللي جاب منه العروسة. الصيادين اللي بيعدوا جنب الجزيرة بيقولوا انهم بيسمعوا زي همهمات بتيجي من ناحية العرايس، وبيشوفوا العرايس بتحرك راسها ليهم كأنها دعوة للنزول في الجزيرة. كده الفيديو بتاعنا خلص. في رأيك ايه هو اكتر مكان رعب وغامض بالنسبة لك شفته في الفيديو؟ وايه الاماكن اللي انت سمعت عنها مرعبة وما قلناهاش في الفيديو عشان نعمل عليه فيديو جديد؟ شاركنا في التعليقات برأيك. لو عجبك الفيديو شيره مع اصحابك ودوس لايك وسبسكرايب.